كوكو بنات، مرحبا بكم على قناتي قناه مرآتي. نتمنى يا ربي تصفكم لا فيديو ديالي في احسن صحه وفي احسن حال. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الطريقه بسيطه باش كنصايب بها المسمنه معمره في الفران، كتجي غزاله وزوينه بواحد الحشوه الاقتصاديه وخطيره. ممكن انكم توجدوها في تحضيرات رمضان، كما ممكن انكم توجدوها في الكوتين تاع العشيه. كتجي ساهله واقتصاديه وكتخرج لنا واحد الكميه كثيره ووفيره. نتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا كل مرحله كيفاش كندير نحضرها. على بركه الله غادي نشد واحد نص ملعقه صغيره نتاع الخميره نتاع الخبز، وغادي نديرها في القليل من الماء الدافئ، وغادي نخليها حتى تفاعل جيدا. البنات مهمه بزاف هذه المرحله هذه، يعني هذوك اللي كيضيفوا هكاك الخميره منيشان في الـ في الـ في العجين ولا في الدقيق، من الاحسن ديروا هذه القضيه هذه، راه تساعدكم بزاف على تخمير العجينه ديالكم وتجيكم ناجحه 100%. هنا راني درت كاس نتاع الماء دافئ وكاس نتاع الماء بارد، يعني كاس الماء سخونين وكاس الماء باردين، هكا باش كنحصل على جوج كيسان دافئين ديال الماء. ضفت الخميره ديالي، ضفت ملعقه من السكر وربع ملعقه كبيره نتاع الملح. هنا راني درت كاس نتاع دقيق الفينو، وغادي نخلط المكونات مع بعضيتها جيدا. من بعد منها غادي نبدا نضيف الدقيق على حسب يعني الدقيق نتاعي غادي نبدا، حيت كاين شي دقيق كيشرب الماء وكاين شي دقيق لا. يعني هنا راني كفاتني القضيه، كفاتني لهاد العجين ثلاثه الكيسان وربع نتاع الدقيق نتاع فورس. فانا كنقول لكم على حسب نوعيه الدقيق نتاعكم، مهم انكم تحصلوا على عجين اللي كيكون خفيف، ما كيكون قصح ما كيكون جاري، يعني كيجي معتدل. انا غادي نبدا نجمع العجينه نتاعتي حتى كنحصل على القوام اللي خاصني فيه. كما قلت لكم باش حصلت على القوام اللي خاصني فيه زدت ثلاثه الكيسان وربع نتاع دقيق فورس. هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي ندوز لطاوله العمل اللي اكيد نظفتها مزيان ومسحتها مزيان، وغادي نبدا ندلك شويه العجين تاعتي واحد المده نتاع 3 نتاع دقائق على بين ما تجهز المكونات مزيان. البنات بصح ملي كتخليوها تختمر اولا كتخليو العجينه ترتاح كتساعد على انها كتخدم، يعني كتوفر عليك داك الجهد الدلك، ولكن ضروري في الاول خاصك تدلكها واحد شويه ماشي بزاف، يمكن يعني تاخذ معك مجهود كبير، وديك الساعاتي كتعاود تخليها ترتاح. انا راني غنخليها نرتاح واحد ترتاح واحد نصف ساعه، ومن بعد غادي نرجع باش نكمل تتمه العمل ديالي. هنا بعد ما رتحت لي العجين ديالي كندهن طاولة العمل بالقليل من الدقيق فورس، وكنوضع العجين ديالي اللي صراحة بعد ما كيرتاح تيجي مطاطي. شوفوا المنظر ديالو، شوفوا الشكل ديالو. صراحة أنا البنات منين اعتمدت القضية نتاع الخميرة ندوبها مزيان في الماء الدافئ عاد كنضيفها للدقيق فرقات معايا العجينة بزاف، وأكيد جودة الدقيق اللي كتستخدموه تا هو كيلعب دور مهم. هنا راني جبت البلاطو غادي ندهن يدي بالزيت كيما دهنت البلاطو بالزيت، وغادي نقسم العجينة نتاعتي على جوج. شوفوا نتوما شحال بغيتو، أنا بغيت وحدة تكون كبيرة، يعني غادي ندير وحدة في قلب وحدة. إلا بغيتو ديرو اكثر يعني قسموها الاجزاء اكبر، بغيتو غير صغيور يعني قسموها على حد على حسب الحجم اللي بغيتو. المهم انا بغيت ندير ملويه كبيره على جوج نتاع الملويات، يعني وحده في قلب وحده. هنا غنخليها ترتاح واحد ربع ساعه نعاود عاوتاني نخدم عليها. هنا بعد ما ارتاحت العجينه ديالتي راه كتبان لكم البنات مرتاحه وتنفخات وطلقات مزيان، غادي ندهن طاوله العمل ديالتي بالقليل من الزيت، وغادي نمد العجينه ديالتي. الا لاحظتوا راه العجينه نتاعي كبيره، يعني ماشي صغيره، غتحتاج مني انني نسرحها مزيان على طاوله العمل.
شوف الناس كيفاش كتمطط معايا العجينه ديالتي، وانا كنحاول انني نمدها على طاوله العمل ديالتي. شوفي كيفاش كتمد، واخا تقطع معكم البنات راه ماشي مشكل. انا كنعرف بلي كاين اللي كيقول لك انا كتقطع لي العجينه ديالي وكنضيع فيها. لا لا، تتقطع كتعرفي انك تقدر تجمعها من بعد. هنا راني عندي الدقيق، عندي الزيت مع شويه نتاع النشا، به كنمرق العجين ديالي، كيجي زوين وكيجي مفشفش وكيجي مرق مزيان. كتلاحظوا بلي كاين الفقاعات في العجينه ديالي، يعني شافوا بلي راه مدلوكه مزيان ومختمره مزيان وخدات حقها من يعني من الدلك والراحه. هنا راني نزلت الحشوه ديالي في وسط العجين، والحشوه هذه راني حكه فيها غير الخضره، خيزو وشويه نتاع القرعه ومقطع البصله وشويه نتاع الكفته. وهنا راني كندير الجبن. المهم كيبقى لكم الحشوه على حسب كل واحد وشنو باش كيبغي يعمر الملويه ديالو. كاين اللي كيبغي يعمرها باللحيمات، كاين اللي كيبغي يعمرها بالخضره، كاين اللي كيبغي يعمرها يعني بالبصله والفلفله كما كنا كنديرو زمان، مع شويه نتاع الشحمه كما كانوا كيديروا والدينا زمان. كيبقى لكم الاختيار. هنا راني كنلوي العجينه ديالي بهذه الطريقه، كنجمعها على الحشوه ديالي وكنحاول نسرح الحشوه بشكل جيد، وكنرد الجوانب الاخرى عليها. وهنا كنهزها من الجهه الاخرى باش كندوبلها من الناحيه الاخرى وتولي عندي يعني غونفورسي كما كنقولوا، معززه من الجوانب بجوج، باش ما تخرجليش الحشوه ديالتي، اولا ما تكونش هذيك الجهه اللي فيها الحشوه ضعيفه وتخرج لي من الجوانب. هنا كندهنها بالزيت وكنرد عليها الجزء الاخر او الطرف الاخر من العجين. غادي نهزها من بعد ما نصايبها وغنخليها جانبا على ما نصايب العجينه الاخرى اللي غنوضع فيها العجينه الاولى اللي فيها الحشوه. نفس الطريقه اللي سرحت بها الكويره الاولى غنسرح بها الكويره الثانيه، وغنمدها مزيان على طاولات العمل. وهذه هي اللي غادي نوضع فيها العجينه الاولى اللي درت فيها الحشوه. هنا راني في ديك الزيت اللي فيه النشا ضفت شويه نتاع التحميره، حيت بغيت باش تخرج ليا شويه محمره، وهذا من الاشياء اللي انا كنحب انني نديرها في الملوي، يعني انه يحصل على ديك اللون الاحمر. فهذه هي الطريقه، كتزيدوا شويه نتاع التحميره، واللي ما بغاش ممكن انه ما يزيدش شويه نتاع التحميره في ديك الخليط اللي فيه الزيت والنشا او الزيت اللي كتورقوا بها، وكنولي كنورق بها العجين ديالي. فهنا من بعد ما كنسرحها، كما قلت لكم هذيك الثقب اللي كيكون في العجين راه ما يخلعكمش البنات، يعني كتحاول انك تغطيه كيلكو باغ. هنا كندير شويه نتاع الفينو، وغادي ننزل العجينه ديالي الاولى بهذه الطريقه هذه، وكنجمع الجوانب نتاع العجينه عليها. انا بعد ما كنرد العجين ديالي يعني كندهن وكنطوي وكنسرح مزيان الجوانب، ما نخلي حتى شي حاجه مجموعه اولا مكركبه، باش هكا ما كتجينيش منتقصه. يعني خصني ضروري انني نضغط على الجوانب باش يجوني مقرمشين، والوسط على قد المستطاع باش ما يطرطقليش الحشوه، وفي نفس الوقت ما تجينيش مبسطه بزاف، المهم تجيني مقدوده.
هنا غادي نرفع العجين ديالي في وسط اللاطه ديالي اللي دهنتها بالزيت، وغنحاول انني نسرحها مزيان فوق اللاطه. الجوانب كنحاول انني نضغط عليهم باش يجيو ما يجونيش غلاضين ومدقصين، وما تيجيو مدقصين لحقاش العجينه خفيفه والحشوه راكم شفتوها ناشفه وما مزيتاش، ولكن كنحاول انني نسرحها ونضغط عليها بهذه الطريقه هذه باش تجيني كلها موحده وعلى الشكل اللي انا خاصني فيه. هنا من بعد ما سرحت العجين ديالي جيدا غادي ندخله الفرن على درجه الحراره 190 درجه. غنشعلو في الاول من التحت على ما يقرب يطيب، وغادي نعاود نشعلو من الفوق يعني الجهد اللي تطيب معايا الملويه ديالي. انا بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الضوء ممكن يستخدموا الفرفاره، واللي ما عندهمش ماشي بالضروره. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي مورقه كتجي مقرمشه. ما كرهتش نقل لكم الصوت، ولكن كان شويه نتاع الصدى يعني. القرمشه راه باينه، الطبقات راهم باينين، المنظر ديالها كيجي غزال وزوينه البنات، كتجي مورقه وكتجي الحشوه فيها باينه الوسط. شفتوا الطبقات، شفتوا المنظر، وكيجي السطح نتاعها مقرمش كتجلد منها ما كاين. اضف الى ان الكميه كتكون كثيره يعني يعني كل شيء ممكن انه يستمتع بهذا الفطيره. نتمنى ان الوصفه ديالكم تكون نالت الاعجاب نتاعكم، وشكرا لكم على المتابعه.